نخرج من الانتخابات، انا يمكن طولت فيها شويه نظرا لاهميتها ونظرا لنحط النقط في الحروف. طبعا النهارده كان في حدث كروي مهم جدا جدا، وهو مباراه مهمه وكبيره جدا ما بين منتخبنا المصري ومنتخب الجزائر الشقيق في مدينه العين، في استاد هزاع بن زايد طبعا في دوله الامارات العربيه الشقيقه. شفنا الحقيقه النهارده عرس كروي، شفنا ماتش ودي بطعم نهائي افريقيا او مباراه وصول لمونديال، مباراه في قمه الجمال. وعايز اقول لحضراتكم حاجه، في تقديري انا مثلا لو اتكلمت بقى في حته الكوره شويه، منتخب مصر لعب 11 مباراه مع مستر روي فيتوريا، 9 كسبهم، واحده خسرها لظروف، مثلا مباراه تونس عارفينها كان ظروف فيها بعض الحاجات اللي مش مستقره، ومباراه النهارده اول مباراه مع فيتوريا يتعادل فيها منتخب مصر، تعادل 1-1 مع منتخب الجزائر. عايز اقول لحضراتكم ان دي اقوى مباراه لعبها منتخب مصر في ال 11 مباراه اللي فاتوا. والمباراه النهارده فيها دروس كرويه، يعني تاخد فيها كده درس، تتعلم في حاجات كتيره في جوانب كره القدم، خاصه بعد ما اتحطينا في موقف مش سهل طبعا، في اللي هو حاله الطرد اللي كانت موجوده النهارده بدري جدا في دقيقه 26 27 تقريبا، فصعبت اكتر من المباراه. هي المباراه الاصعب، هي المباراه الاقوى طبعا، منافس قوي، منافس اكتر من ند، قريب منك جدا في التصنيف، شرس، واحنا محتاجين مثل هذه النوعيات من المباريات. دي المباريات اللي تقيس عليها وزنك الحقيقي وقدراتك الفنيه وحاله لعيبتك. الحاله النهارده اللي شفتها للعيبه حاله تطمن باذن الله. يمكن كنا قلقنا شويه بعد ماتش تونس والهزيمه، وقلنا ايه ده، احنا اول ما لعبنا فرقه كده قويه وفي نفس الليفل بتاعنا احنا قلقنا شويه، ايه ده الموضوع ممكن يتصعب. لكن الحمد لله النهارده انا شايف ان في شكل للمنتخب مصر، وفيها مكاسب كتيره مباراه النهارده. فكره ان انت زي ما قلت كل الوزن الفني والاستقرار والخطه، وانك تغير خطه اكتر من مره في الملعب، وانك ممكن تتعرض لظرف صعب، ده مهم ان تتعرض ليه في ماتش ودي مثلا زي حاله الطرد لمحمد هاني، كلها فيها دروس مهمه جدا جدا. من ضمن الدروس كمان اللي عجبتني النهارده، ان انت لما يطرد منك لعيب في الدقيقه 26 من الشوط الاول، والعب ساعه تقريبا بعد اكتر من ساعه كمان بعد الطرد بالوقت الضايع طبعا، من غير ما احس ان فرقتي، انا فعلا انا ما كنتش حاسس ان فرقتي ناقصه واحد. ده هنا الحقيقه لازم اشيد فيها بالمدرب وطبعا اللعيبه، ما فيش شك، لانه قدر يوصل ويوظف الحاله الفرديه لشغل جماعي. الشغل الجماعي ساعات بيطغى عن اي اخطاء او عن اي قصور ممكن يكون حدث، سواء بارادتك او عدم ارادتك زي ما حصل النهارده، وسيناريو الطرد اللي صعب المباراه علينا. والسيناريو ده لما تعرف كمان تخلق فيه فرص وتجيب بيه هدف، ويبقى فيه نوع من الاصرار اللي كان موجود النهارده، والروح القتاليه العاليه والالتحامات الشرسه. النهارده مباراه على ليفل عالي قوي، يعني شفنا معدل انذارات، شفنا معدل التحامات قوي ما شفناهوش مثلا في الماتشات المتوسطه في افريقيا اللي لعبناها، الماتشات الوديه. فده اللي مخلي المباراه النهارده كانت واخده الطابع الرسمي جماهيريا. وبالمناسبه لازم اشكر جمهور طبعا النهارده على الحضور بشكل جميل وشكل مشرف، والمساعده في خروج المباراه بهذه الروح وبهذا الجمال. ولازم اشكر اللعيبه واشكر منتخب الجزائر كمان على النديه والفير بلاي والجيم قوي جدا جدا، والاصرار لحد اخر دقيقه. دي احد الدروس اللي كانت موجوده، والاصرار من منتخب مصر هو 10 لعيبه انه يعرف هو اللي يحرز هدف الاول ويجبر منتخب الجزائر في اكتر من فرصه او من اكتر من موقف في المباراه، ان يبقى تحت ضغط وانه يهاجم ويضيع فرص. ففيها دروس كرويه كتير مباراه النهارده. انا الحقيقه بحاول اعدد فيها يعني واحده واحده مع حضركم. لكن شكل المنتخب منظم، وقدرنا نغير اكتر من طريقه لعب زي ما قلت حضراتكم، وقدرت تسجل، وكنت قريب كمان من الفوز. يمكن المعسكر الحالي في الامارات، بدايه من مباراه زامبيا ومباراه النهارده مع الجزائر، في الاربع ايام دول لعبت مباراتين، واحده 1-0، والنهارده كنت متقدم وكنت اقرب للفوز رغم النقص العددي، طمنا بشكل كبير وحسسنا ان ماتش تونس ده كان حاجه عابره، ونقدر نقول ان عندنا لعيبه رجاله، عندنا لعيبه وصلوا من الخبرات ومن كيفيه التعامل مع المواقف الصعبه، ودي نقطه مهمه جدا جدا ما بتجيش غير بالخبرات والنجوميه وتحمل المسؤوليه، ان انت ما تتهزش
في وسط الجماهير دي كلها وانك في الدقيقه 26. طبعا كلهم لعيبه دوليه ومفيش شك، لكن انت بتلعب فريق مصنف، فريق فيه عدد محترفين، شفنا نجوم النهارده مميزين جدا جدا، شفنا فترات كتيره كان بيمتلك فيها مثلا نص الملعب وشراسه في الضغط المنتخب الجزائري. فعلشان كده الواحد النهارده فخور الحقيقه بفرقه منتخب مصر جدا، وزي ما قلت لكم المعسكر ده يمكن خلانا نطمئن بشكل كبير على فرقتنا. قبل طبعا عارفين داخلين على الشهر الجاي على طول على تصفيات كأس العالم مع جيبوتي ومع سيراليون، شهر وشهر واحد عندنا طبعا كأس الأمم الأفريقية، مفيش يعني كلها خلاص ورا بعض وكلها نهائيات وكلها انت مطالب منها بتحقيق يعني نتائج جيدة ونتائج إيجابية. ف يعني مكاسب الحياة كتير جدا جدا ودروس كتيرة جدا من مباراة النهاردة. ماتش جماله ان بتحس يعني لو اي حد بيتفرج على الماتش ده لا يمكن يتخيل ده ماتش ودي. انا لو واحد ما يعرفش ان ده ماتش ودي وبيتلعب قدامي النهاردة بعدد الجماهير دي بالتاكلينج في الملعب بالروح العالية بالانذارات بالفار بالشد والجذب والتقدم وانت ناقص بعد كده بيدخل فيك هدف في الثواني الاخيرة، لا ده سيناريو ماتش مش ودي. فده جمال ماتش النهاردة زي ما قلت لكم، ومن احد الدروس اللي موجودة في كرة القدم وكيفية التعامل مع مواقف كتيرة بشكل عام. طبعا ما عندناش حاجة يمكن في الوقت الحالي غير ان انت تدعم منتخب مصر ونبقى وراه في الفترة اللي جاية زي ما قلت لكم، عشان الشهرين اللي جايين او الفرحلة القادمة كلها يمكن ما يبقاش فيها ماتشات ودية تانية، او ممكن يكون بعد ماتشين كأس العالم قبل كأس الأمم تلعب ماتش ولا ماتشين، لكن خلاص داخل على الرسمي وداخل على تفنيشات. وكويس على فكرة السيناريوهات دي حصلت في المباريات الودية عشان تعرف تقيس لعيبتك وتشوف كمان انت النهاردة مثلا في فترة من فترات زيزو احتجت تلعبه باك رايت، وعلى فكره لو كان كمل كان هيبقى كويس عشان عارفين، لان شفت الشكل الجماعي كان مخلي اللعيبه ما بتغلطش. ساعات الحلول الجماعيه تخليك وانت في ظهر بعض كده تلعب وان يونت او وحده واحده تخليك تقلل الاخطاء. يعني النهارده لو نفتكر معظم فترات اللقاء رغم الزياده العديه المنتخب الجزائر ما فيش فرص حقيقيه، بالعكس كان منتخب مصر اللي بيخلق فرص حقيقيه. كان في استبسال النهارده من مصطفى محمد، محمد صلاح، في لعيبه كتير جدا عملت شغل، تريزيجيه، مش عايز انسى حد، حمدي فتحي، كل لعيبه الحقيقه هايلين، حتى الشناوي، علي جبر، كل اللعيبه مش عايز انسى حد، محمد حمدي يعني انا اللي بيجي على بالي بس دلوقتي، عمر كمال حتى لما نزل كانت تغييره مهمه جدا لما نزل، يعني كل اللعيبه كانت على قدر المسؤوليه، والنني على فكره عمل مباراه كبيره جدا. على فكره عايز اقول لكم حاجه، ساعات كده في عرف مدربين الكوره او لعيبه الكوره يقول لك الفرقه المطروده بتزيد 20% من طاقتها. ممكن ده كلام على الورق، يعني ايه بالبلدي كده؟ يعني ساعات اللعيبه ما تحس بالمسؤوليه، كل واحد مثلا لو بينزل بيأدي 90% من مجهوده بيحس بنوع من المسؤوليه لما يعرف ان زميلي اتطرد، يا ده لسه ناقص ساعه كامله او اكتر من ساعه ممكن العبها ناقص، فبيجي له كده نشاط داخلي من جواه واحساس بالمسؤوليه يخليه عايز يطلع اكتر من قدراته 100%، يزود 20-30% لو يقدر. فلما تحط كل 20% دي من كل لعيب تلاقي نفسك الفرقه بدل ما انت متعود على رتم معين تلاقيها زادت 20-30% وبرغم انها نقصها العدد ده على الورق. بس على الورق ده ممكن ما يبقاش مقنع، بس الحقيقه اللي على الورق ده احنا شفته النهارده. يعني انا حسيت بيه وانا بتفرج، انا مش حاسس بنقص عددي تماما. فترات كتيره جوه المباراه في كل موقف في الملعب احس ان لعبتنا اكتر، فترات كتير في الحاله الدفاعيه احس ان اللعيبه كلها بتدافع، محمد صلاح بينزل لحد خط ال 18، مصطفى محمد بينزل لحد خط ال 18 يدافع، مفيش لعيب النهارده مدس في كل حته في الملعب. دي ال 20-30% الزياده اللي بقول لحضراتكم عليها بتخلي اللعيب عنده احساس بالمسؤوليه ويخليك تحس ان ده درس في كره القدم. عشان كده المكاسب بتاعت النهارده مكاسب كتيره جدا، وما قدامناش ان شاء الله الفتره الجايه غير ان انت نساند منتخبنا ونبقى وراه في ظهره. وكمان لازم اشيد بروي فيتوريا لان في واضح ان في شغل خططي، واضح ان في شغل مدرب النهارده، ده كان باين جدا في الملعب. فكره التعامل مع الطرد والتغييره اللي عملها خلي بالكم ده حل من الحلول. عشان بقول لكم مباراه النهارده فيها دروس في كره القدم مهمه جدا جدا. ساعات الدروس ممكن تبقى نظريه، لكن ساعات بيصعب او بيبقى اصعب حاجه في الدروس كيفيه تطبيقها. النهارده كان عندك درس نظري على ورق، ممكن نقول هنعمل 1-2-3 لو اتطرد مني وفي حاله الطرد حصل لي كذا، لكن كمان فعليا جوه المباراه الحقيقه يعني كيفيه تطبيقه ده حصل وشفناه بعينينا، وبالاضافه لخبرات لعبتنا اللي بقت في مستوى جيد جدا وكيفيه التعامل في مثل هذه المواقف ومثل هذه المباريات.